الله يا خالي يا مشرف، ما بيحلى الفطور إلا بفطاير الزعتر. مشاهدينا، صباحكم ورد اللوز وريحة الزعتر اللي له أهمية كبيرة بالتاريخ والثقافة الفلسطينية، ممكن لأنه مربوط بالأرض أو حتى لأنه كانوا الناس يطلعوا على الجبال والبراري ويجتمعوا بموسم قطفه. الزعتر يعتبر ذهب فلسطين الأخضر. خلونا نتعرف على حكاية الزعتر لحد ما تجهزين الخالي أم أشرف فطاير الزعتر. يلا معي. الزعتر ممكن ينمو بعدة طرق، منها البذور ومنها العقل كذلك. بيلزمنا بطبيعة الحال البذور، بذور الزعتر وهي بذور صغيرة جدا ودقيقة. كذلك بيلزمنا الأوعية اللي ضروري تكون مثقوبة من القاع لحتى نضمن صرف جيد أثناء عملية ري الشتلات فيما بعد. كذلك ممكن نستخدم الكاسات البلاستيكية اللي بنستخدمها بشرب المياه، ولكن نقوم بثقبها من الأسفل، ثقبين أو ثلاث ثقوب. بعد ذلك راح تكون جيد لعملية زراعة هذا النبات. كذلك بيلزمنا التربة الصناعية، وأيضا بيلزمنا الماء بطبيعة الحال بشكل أساسي. بالبداية بنقوم بوضع التربة الصناعية اللي هي مكونة من البيتموس، وممكن تحصلوا عليها من المحال الزراعية بهذا الشكل. بعد عملية الملء بنقوم بوضع بذور الزعتر، ممكن يكون في عنا أكثر من بذرة وممكن يطلع عنا شتلة شتلتين ثلاثة، هذا ما في أي إشكالية، بشكل دقيق جدا. بعد هيك بنقوم بوضع كمية بسيطة جدا من التراب فوق هاي البذور. بعد هيك بنقوم بري هذا الوعاء بالماء وترطيبه بشكل خفيف. إجمالا الزعتر بيحتاج لبيئات جاففة، كميات المي اللي بنحطها لازم تكون قليلة إجمالا، وإنبات البذور بيحتاج ل من شهر لشهر ونص. وبنذكر انه درجة الحرارة المناسبة لنمو الزعتر سواء كان داخل البيت او خارج البيت هي 20 درجة مئوية. بنلاحظ مراحل نمو النبات بعد شهر، ممكن بعد 45 يوم لحد ممكن كذلك 60 يوم نحصل على شتلة طولها من 10 ل 15 سنتي. هاي الشتلة تعتبر جاهزة لعملية الزراعة، وجذورها كذلك اصبحت صلبة، بالتالي هاي راح نقوم بزراعتها بالارض. بداية عملية زراعة الزعتر لازم نقوم بتجهيز الأرض بالشكل الجيد لحتى تستقبل النبات، ونعمل حفرة للنبات تتناسب مع طول جذر هذا النبات. هذا نبات الزعتر الجاهز لعملية الزراعة. ضروري نراعي المسافات الموجودة ما بين النبات والنبات، تقريبا مسافة 25 سنتي ما بين النبات والنبات، وما بين الصف والصف من الضروري تكون 40 ل 50 سنتي. بعدها بنقوم بعملية ردم التراب على هذا النبات والضغط عليه بشكل جيد. بنذكر انه الزعتر هو بيحتاج للضوء، اذا زرعته خارج المنزل ما في مشكله، داخل المنزل ممكن نحتاج لمصابيح ضوئيه. بعد عمليه الزراعه بنقوم بالري بالماء لهذا النبات، ما بيحتاج ري كثير، هو نبات بيعيش بالبيئه الجافه، ممكن كل اسبوع مره بيكون جيد. وممكن نضيف لمياه الري معلقه واحده لللتر من سماد الانبيكي اللي هو موجود بكافه المحال الزراعية. بعد هيك بنقوم بترطيب هذا النبات، مثل ما ذكرنا ما بدنا ري كبير، فقط ري مثل هيك كل أسبوع تكون كافية. وأيضا من المهم نعرف أنه نبات الزعتر ممكن يعمر من 5 إلى 6 سنوات، ونقوم بالقص المتجدد لهذا النبات بعدد مرات لا يحصى، فبالتالي هو نبات مفيد ومجدي اقتصاديا. بهيك أتممنا زراعة نبات الزعتر. خلونا نشوف شو صار مع الخالي أم أشرف. يلا معنا. الله يا خالة أم أشرف، تسلم ايدك، ريحة فطاير الزعتر فعلا بتخلي الفكر يتبخر. مشاهدينا، ارائكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم نستناها. الى لقاء قريب.